جمعيه علشانك يا بلدي، جمعيه اتنشات في الجامعه الامريكيه، وبعد كده هم بيحاولوا بقدر الامكان يكبروا، بيساعدوا مناطق مختلفه في عين السيره بقالهم 4 سنين. هنكمل، وضيفتي اللي انضمت لينا نورهان النجار. صباح الخير نورهان. صباح النور. اتاخرتي ليه يا نورهان؟ الطريق كان واقف قوي، البلد كلها واقفه يعني. البلد كلها واقفه، الحمد لله على السلامه. نورهان، انا اتكلمت مع افرايم عن عده مواضيع في الجمعيه. كلميني عن التمويل، ازاي بتمولوا المشروعات اللي انتوا بتعملوها دي كلها؟ احنا جزء بيجي لنا من انشطه اصلا في الجامعه، كويس، وجزء تاني بيجي لنا من السبونسرز، بينزلوا معانا مثلا بنعمل اوبننج مثلا بتاعنا اللي هي ان شاء الله يوم 20/10، بيجي لنا مثلا سبونسرز، بيبقى جزء من الفلوس اللي بيدوها لنا بيتصرف على الاوبننج، والجزء التاني بيروح لعين السيره. يعني بتعملوا احتفاليه بتجيبوا فيها ناس مثلا تغني او ناس تعمل ايه؟ بيبقى زي احتفاليه في الجامعه، بيبقى في اكبر هال في الجامعه اصلا. كلميني عن السنه اللي فاتت، كلميني عن الحفله اللي عملتوها السنه اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان الهول انيوال سيرموني بتاعنا، كنا جايبين وسط البلد وكانت احتفالية، وبينزل معانا بقى سبونسرز بيدونا فلوس، بنصرف جزء منه على الاحتفالية نفسها عشان تطلع كويسة، والجزء التاني بناخده بنحطه في عين السيرة، بنطور بيه السنتر بتاعنا او بنعمل بيه البروجكت الصغيرة للناس اللي هناك وكده. طيب، هل في تمويل تاني؟ لا، بس مجرد انك انت بتعملي سيرموني او بتعملي احتفاليه عشان تلمي فلوس من السبونسر، و وقالوا لي انك انت مصاريف الطلاب كمان نفسها بيبقى فيها جزء من الموضوع. مش كبير بس مش كبير. تمام. طيب، عرفت ان احنا بنحاول نقلل الاميه، بنحاول نعلم كمبيوتر، بنحاول نعلم انجليش، ايه تاني؟ بنحاول في كوميتي اسمها employment، بنبتدي نشوف الناس اللي هم يعني خلاص جاهزين ان هم يشتغلوا، نبتدي نشغلهم، نشوف لهم شغل. هل ده طبق اوريدي يعني؟ هل في حد اشتغل؟ لا، هو طبق بس طبعا ما بيبقاش on a big scale يعني. عشان يعني بنكلم الشركات وكده، فبيبقوا محتاجين مثلا 2-3، فهم دول بنشوف مين اكتر ناس qualified وبيروحوا. ايه المشاكل اللي قابلتكم؟ انت بقالك قد ايه في الجمعيه دي الاول؟ يعني سنتين. سنتين، انتوا الاثنين تقريبا دفعه واحده بقى. كويس. عندك فكره ايه المشاكل اللي بتواجهكم لما بتنزلوا تعملوا حاجه زي كده، او بتتعاملوا مع الناس في عين السيره، بيحصل ايه؟ هو يمكن المشاكل دي كانت ممكن تكون موجوده الاول قوي، لكن دلوقتي مثلا يعني كنا عندنا كسوه، كان قبل العيد الصغير كنا بنوزع لبس وكده في عين السيره. لا، ما كانش الحمد لله في مشاكل جامده او كده، كان لا كان الوضع كويس، وبل بالعكس كمان احنا عندنا في كوميتي بتدي حاجات مبادئ اخلاقيه شويه للاطفال، تعلمهم مبادئ وكده. جت امه كانت عايزه تدخل ولادها وحاجات كده، فابتدوا الناس يعني بيتعاملوا مع وجودنا ان هو شيء عادي، وما بقاش في مشاكل الحمد لله دلوقتي خالص. اقبال الناس اللي اتعرفت عليكم وابتدت عايزة تتعلم منكم كمبيوتر أو لغة أو محو أمية، إقبالهم عامل إزاي؟ يعني هو كان يعني متهيألي أول ما ابتدت كانت ما كانش بالكم ده، بس دلوقتي الحمد لله لا. يعني مثلا لو هنتكلم على اللي هي الكوميتي اللي بتعلم الأطفال وكده، لا فيها ناس كتير جدا. برضو المحو يعني الأمية، قولي لي عدد قد إيه تقريبا؟ يعني عدد الأطفال تقريبا ممكن نقول 50 مثلا. كويس قوي. ايه تاني؟ بس بيبقى فيه عدد الناس اللي بتتعلم انجليش مثلا، يعني 30-40 من جدي. بس فهم كلهم بيبقوا في الارقام دي، بس هو الحمد لله يعني احنا فتحنا السنتر بتاعنا كمان عشان يبقى حاجه اوفيشالي موجوده هناك. انا عرفت انه الايجار الشقه 600 جنيه. بتدفعوها ازاي؟ بيبقى جزء بقى من السبونسر، ويعني مثلا جزء من الفلوس اللي جاينا مثلا من الجامعه، على جزء مثلا من السبونسرز اللي بيجوا في الايفنت كده. هو يعني هدفكم اللي جاي ايه، او المستقبل القريب يعني او البعيد نفسكم تعملوا ايه اكتر؟ ان شاء الله في 2015 نسيب عين السيره وتكون ان شاء الله فولي ديفلوبت، يعني فيها كل حاجه، او الناس مستوى تعليمها عالي، ابتدى مستوى الوعي عالي، ابتدت ناس قدرنا نوفق لهم شغل، ناس قدرنا نفتح لهم مشاريع صغيره. عندنا مشروع مشغل نفسنا يتبني ويتعمل. احنا اوريدي الحمد لله لقينا المكان، بس لسه عايزين نبنيه، فان شاء الله يعني كل ده هيخلص على 2015 مشيت ربنا. عايزين تعملوا مشغل، هتبنوا المشغل نفسه؟
ان شاء الله. طب ليه ما يتأجروش شقه زي ما اتأجرتوا مثلا وتعملوا المشغل جواها؟ لا احنا عايزين حاجه تبقى كبيره قوي، تاخد عدد عمال كبير تنتج وبعد كده تصرف على نفسها، بحيث يبقى الناس دي ليها شغل موجود ثابت بنسبه كبيره، وما تبقاش دي يعني مش خدمه قد ما هو شغل، ان دي حاجه تشتغل وبعد كده بعد فتره هتبتدي تصرف على نفسها. يعني عايزين مثلا سكيل يبقى 300 اسره مثلا، يعني اللي هو يشغل مثلا يعني يشغل 300 اسره في مشغل، يعني حاجه تفيدنا ان شاء الله يعني. فلازم كان ندور على مكان يعني. بس ده برضو محتاج سبونسر. يعني جامل. هو هيبقى محتاج حوالي 200 الف تكلفه المشغل كلها ان شاء الله يعني. طيب كلميني عن الاحتفاليه اللي جايه. المفروض انك انتوا هتعملوا حفله عشان تجمعوا فيها فلوس، قولي لي. احنا ان شاء الله جايين برضو السنه دي وسط البلد. كويس. ومايكل روماني هيعمل شو بالرمل، وستاند اب كوميديان محمد سالم. ده هو الجامعه فقط. ونسمة محجوب اكاديمي. هي كانت ستار اكاديمي، هي كمان معانا في الجامعه. كويس. هيبقى جوه الجامعه، هيبقى في ذا بيجست هول في الجامعه. ان شاء الله هيبقى 20/10 ب50. كويس قوي. إفرايم رفعت ونورهان النجار، شرفتونا، وكل التوفيق للمجهود اللي انتوا بتعملوه. مجهود حاجة مشرفة جدا لكل واحد مصري أو مصرية، مشرفة جدا. يتمنى أن عدد كبير من الجامعات المختلفة في مصر ممكن أن هي تعمل حاجات زي كده. أنا بقى أشوف طبعا على الفيسبوك مجموعة من الشباب بيعملوا حاجة قريبة من كده، أتمنى جوه الجامعات برضو يعملوا حاجات أكتر وأكتر. شكرا ونورتونا. شكرا. مشاهدين نهارك سعيد. فاصل وراجعين نكمل فقراتنا. هنخش بقى على فقرات جادة شوية. الفقرة الجاية فقرة هامة.